إن شاء الله هنتكلم في 10 حاجات، أوكي؟ ال10 حاجات هو يعني هقدم نفسي، أقول لكم أنا مين، والكورس ديوريشن، الأسسمنت أوفر فيو، ماشي؟ الكونتنت بتاعنا عبارة عن إيه؟ هاو كان وي أتشيف إيه؟ ماشي؟ الفولو أب هيكون شكله عامل إزاي؟ الكويزز برضو السيستم بتاعها، البونص بتاع الكورس، يا ترى انت لما تاخد الكورس ايه اللي انت هتستفاده زيادة اوتسايد الكيمستري وجوه الكيمستري، ماشي؟ رونج سيلف بيرسبشن اند نيو بيليفز اند هابيتس، اوكي؟ اول حاجة بالنسبة لي، انا تيتشر من 2007، ماشي؟ كنت بدرس اول حاجه الكورسز بتاعه الكليه بتاعتي، بس للايه يعني، انا وانا في سنه تانية ادرس الكورسز بتاعه سنه اولى، سنه تالتة كورسز بتاعه سنه تانية، وهكذا. بصيد عارفين الناشونال العادي. بعدين من 2012 اشتغلت اونلاين، كان اول كورس اديه كان A2 ادكسل. بعد كده ابتديت اوسع الكورسز، بدل A2 ادكسل بقى A2 كامبريدج، وبعد كده نزلت. يعني انا جت معايا العكس، حد فاهم قصدي؟ يعني نصيبي كده من without planning، فاهمين قصدي؟ اول كورس اشتغلته حد طلبه مني كان A2 ادكسل، بعد كده دخلت لحد ما بدرس دلوقتي كل الكورسز الحمد لله، ماشي؟ ودلوقتي في 4 مدارس بريتش، اي جي سي اس اي تيتشر، وفي نفس الوقت اي ليفل. طيب انا خلصت ايه بالنسبه بقى للاكاديميك باس واي بتاعتي؟ انا الميجور بتاعي حاجه اسمها سبيشال كيمستري، اللي هو الثيوريتيكال كيمستري اللي موجوده عندنا. بعدين طبعا الدراسه كلها كان في اللاب وكل حاجه، بس انا بحب البراكتيكال، ان انا اعرف اشتغل بايدي. فاخدت اناليتيكال كيمستري دبلومه از بوست جراديويشن ستاديز، and then بري ماستر، وبعد كده ماستر ديجري، وعملت كمان ريسيرش وببلش وكده، فاهمين؟ عارفين قصة لما يكون في بحث منشور وكده، اسمعوا عن ده في نانو كيمستري، اوكي؟ ده بسرعة كده يعني، ايه ان شاء الله نتعرف على بعض اكتر during course. طيب دلوقتي الكورس ديوريشن هيكون عبارة عن ايه؟ وهنا انا برضو للناس، انا الشيت ده كنت في نوفمبر، كان هو نفس الشيت، بس انا كنت بتكلم على كامبريدج وديكسل بالخصوص. ليه دايما بقول؟ علشان خلاص الناس اللي لسه برضو عندها محتارة تكون ثبتت على مبدأها او تغير رأيها، نكون ساعدناها اكتر. سواء في كامبريدج او في ديكسل تقريبا نفس عدد المحاضرات، بيختلف النمبر اوف ليكتشر ما بين مين؟ على حسب الجروب ليفل. في والله جروب ليفل يكون عالي كويس شاطر، وفي جروب ليفل يكون الليفل بتاعه يكون ايه، عنده لو ابيليتي، من الاخر من غير زعل. بس هل ده معناه ان هم وحشين؟ لا، ده ليه ميكانيزم وده ليه ميكانيزم. الجروبس اللي هي عندها هاي ابيليتي احنا بنقدر ان احنا نخلص اسرع، وبنقدر ان احنا نخرج بره الكورس شوية بحيث ناخد معلومات زيادة، نفهم اكتر يعني، نبتدي نعرف معلومات اكتر واكتر. يعني مثلا في الكيسي، في الاكوليبريم كونستانت، ماشي؟ في اكزامبل على الاكوليبريم كونستانت اوف اسيد اوف بيز. لحد هنا انا تلاقوني انا بقى مع الشطار ازود اقول لهم كمان الكي اس بي، الكي بارتيتيشن كويفيشن، او الكي سولوبيليتي زي ما قلنا هنا. ازاي الرول بيجي؟ انا مثلا ممكن اقول الرول بس، انما البروف بتاع الرول اكيد بتاخده ده في الفيزيكس. ازاي الرول جه؟ حد خد حاجه زي كده؟ ازاي الرول ده وصلنا للفورم بتاعته كده؟ فالحاجات دي بقولها اكتر مع الجروب الشاطر اللي موجود معايا. طب الجروب الضايع شويه بنعمل معاه ايه؟ الشرح بيكون مدة الشرح أطول على السيم كونتنت، أوكي؟ في الحالتين بيعدوا ال50 محاضرة مرتين في الأسبوع، بنبدأ بمرة في الأسبوع وبعد كده نبتدي ندخل المرة التانية
من بعد نوفمبر. في أثناء الكورس أحيانا يزيدوا لثلاث محاضرات لما أكون عايز أخلص حاجة ريليتد ببعضها زي ريت أند إيكوليبريم. عندي الشابتر ريت لوحده وعندي الشابتر الإيكوليبريم لوحده، بس ممكن يجي سؤال عليهم هما الاثنين، ده ليه ليكتشر وده ليه ليكتشر. في نفس الأسبوع بناخد ليكتشر كمان هو الحل ما بينهم هما الاثنين، الكلاسيفايد ده مع الكلاسيفايد ده، فاهمين؟ وفي أسبوع زي الاستيكيومتري المولز، ماشي؟ عندك هوم ورك كبير جدا مش هيخلص في إيه؟ في مرة، وعندك سمري لازم تكتبها، فعندك شغل كتير جدا أنت اللي هتشتغله فهتكون محاضرة. طيب في حاجة زيادة؟ بيكون في حاجة اسمها أوفيس أور، ده بيكون وقت أنا ببقى بصراحة يعني إيه قاعد كده، قاعد في مكان بره أو خارج، واقعد بقى ايه اي حد عنده سؤال اجاوبه من اي كورس، حد مش فاهم حاجه، سؤال صعب، حد مثلا عايز يتوسع في نقطه معينه، يعني حد بيسالني في حاجه زياده او حاجه في ليها ريل لايف ابلكيشن، كل الكلام ده هيكون في الاوفيس اور. كده انا قلت ايه؟ كده انا قلت حاجتين، ماشي؟ قلت الكورس هياخد وقت قد ايه، وقلت أنا مين. طيب بالنسبة، قول يا زياد. بس طب هو ايه المواعيد بتاعت الحصص؟ الساعة كام كده؟ لو الميعاد، بصوا مش هكذب عليكم، النهاردة مثلا عدد المحاضرات 7، فأنا نفسي أحط مثلا ميعاد تاني يكون رايق، بس لو هقول بعد ما الناس كلها تختار الكورس بدخل على الجروب اقول يا جماعه معاكم اوبشن تختاروا ميعاد كذا كذا كذا، تختاروا منهم ميعاد نبدا بيه على طول ومن الاسبوع الجاي. قول يا حنين. مستر، بيقدر يكون الحصص الصبح؟ لو والله يا سلام، ده انا نفسي يعني، انا مثلا عندي يوم الخميس الصبح فاضي، بس انتوا بتروحوا مدرسة، مش في حد هنا الخميس الصبح فاضي؟ انا بروح 3 ايام الاسبوع بس. بدر عندك الخميس صح؟ لا فاضي، وزياد عندي مدرسة. عنده مدرسة، فهو عشان كده ممكن. طب انت ما بتروحش مدرسة امتى يا زياد؟ يوم السبت ولا مثلا الحد. عندي مدرسة 8 الصبح، ممكن مثلا الساعة 1 ولا حاجة أو على الظهر ناخد، يعني هحاول as much as I can إن أنا أمشي مع البلان بتاعتك. في ناس تحب تاخد الدروس عشان يبقى معاها اليوم فاضي تشتغل، صح؟ حد عايز يعمل كده؟ يعني في ناس بتحب تعمل كده. يعني هنحاول إن احنا نعمل ده إن شاء الله. ماشي، هقول لكم المواعيد الاوبشن كلها اللي معايا ونختار ميعاد ونستقر عليه. ماشي، نيجي بعد كده ليه؟ لان ايه اس يا جماعه، العدد بيكون في الاول صغير، متعود كده دايما، الهجوم بيحصل من بعد نوفمبر. ماشي، العدد بيكبر من بعد نوفمبر عكس ايه اس ديكسل اللي هم في عدد كبير بسبب ايه؟ بسبب امتحانات جان، يكونوا عايزين يدخلوا يونت 1 في جان. الاسسمنت اوفر فيو، انا همتحن ايه بقى؟ ايه الاكزام بتاعي هيكون شكله عامل ازاي؟ انا عندي 3 بيبرز. اول بيبر اللي هي مالتيبل تشويس دي عليها 31%. بالنسبه للناس اللي واخدين ايه اس مع ايه 2، الاي ليفل كامل بيقل بقى طبعا للايه؟ للهاف، ماشي؟ لانها تتوزع على الاثنين، ولكن خلينا هنا مالناش دعوه بيه، خلينا لينا دعوة بمين؟ بـ AS. AS احنا المشكلة بقى دلوقتي هي ما كانتش 45 minutes زي O level، دلوقتي بقت 1 hour، بس أنا نفسي بتمنى نخلص في 40 minute. 40 minute نكون خلصنا الـ 40 choice ويبقى معايا 20 minute أقدر أعمل عليهم revision وأرجع للأسئلة الصعبة. يبقى التارجت بتاعنا هنا إيه يا جماعة؟ عندنا دايماً 2 targets. التارجت اللي هو البوينتس، هاو ميني كوريكت انسر لازم نوصل لهم،
دي نقطة. والنقطة التانية التايم، التايم أنا محتاج 40 مينت، ومحتاجين بس ننقص من 4 ل 6، أنا عايز greater than 35 إن شاء الله بإذن الله تقدروا عليها، أعلى من 35. طيب الأسئلة اللي هي assessment objective 2 ممكن تطلع كام سؤال؟ حوالي 8. طبعا هما بيوصلوا من 8 ل 12. ايه assessment objective 2؟ الأسئلة اللي فيها analysis و application، اللي فيها تفكير يعني، ممكن يوصلوا ل 12، ولكن في حوالي 4 أو 5 repeated، يعني هما فيهم تفكير، وأيوة فيهم تركيز ولازم تركز فيهم، بس already احنا حالين بسط بيبر هنلاقي منهم 4 or 5 questions repeated متكررين. يتبقى عندنا كام يا شباب؟ هنقول 4 بس، يتبقى عندي كام؟ 8. الـ8 اللي بالأرقام الجديدة دول هيكون فيهم أفكار جديدة ممكن تبقى صعبة شوية، 2 3، والباقي برضو هيكون إيه؟ سهل إن هو يتحل، جديد ولكن يتحل. مين فاهمني؟ جديد ولكن سهل يتحل، يعني لما هشاور لك عليه. ايه دي البراكتيكال بيبر؟ لا مش البراكتيكال بيبر، انا بتكلم هنا على بيبر 1 التشويس. انا بتكلم على بيبر 1 التشويس، ماشي؟ تمام. فانا هنا بقول ايه، فانا هنا بقول ان انا عندي في جزء هيكون جديد يتحل، والجزء الصعب ان شاء الله حوالي 2 أو 3. لما اشاور لكم على الجزء اللي هو الـ8 اللي هم المفروض فيهم ابلكيشن واناليسيس كده، واقول لكم ده هو ده السؤال، هتقولوا ايه الهيافه دي، ده السؤال ده سهل. اقول لكم دي الفكره الجديده الصعبه، يعني مش اصعب حاجه بعد ما اشرح. فهمتوا؟ يعني انا كده لو انا مذاكر كويس وحلل الباست بيبر اقدر اكسر ال 35 ولا لا؟ اقدر، وهنتدرب على ده ان شاء الله. طيب بيبر 2 هي اتقل بيبر، عامله شبه بيبر اف او ليفل، حد يعرف دي شبه ايه؟ ايكوال اف او ليفل، صح، زيها زي بيبر 4 بالظبط، ماشي. ولكن دلوقتي لما انا علشان بدي كل الليفلز التانية فبشوف الفروقات، لما اجي ابص عليها الاقيها ان هي بتخلص بسرعة، يعني ما فيهاش عدد ورق كبير زي دكسل، ما فيهاش وجع دماغ زي دكسل. وفي ميزة كمان ان الاورجانيك وتوبكس معينة، مولز اورجانيك، الشكل بتاع السؤال هو انا كده كده هيختبرني في نولج معينة. طيب السيستم بتاع السؤال او الايديا بتاع السؤال ريبيتد جدا، يعني تكرار لدرجه الملل. يعني سؤال مثلا، يعني مثلا لما يجيب لي تيبل في الاورجانيك اي بي سي دي اللي هو 4 اور 5 كومباوندز ويبدا يسالني عليهم، السؤال ده هيكرر بطريقه مش طبيعيه. هنشوف الكلام ده ان شاء الله. ففي ميزه فيه ان الاسئله ريبيتد هتكون كتيره جدا، بس عليه زي ما انتم شايفين close to 50%، نص الدرجات، فده هنهتم بيه جدا. فأنا هنا نفسي less than 10. less than 10 إيه يا جماعة؟ حد يعرف؟ هو من 60، يبقى less than إيه؟ يعني تجيب plus 50، جيب 51 52 53. أنا كده اطمنت عليك، إن شاء الله ساعتها تبقى أنت كده إيه؟ في الـ A range، أوكي؟ طيب بس في مشكلة، في مشكلة كان نقطة التايمينج زمان ما كنتش باخد بالي منها، بقالي 3 4 سنين لما اهتميت بيها لقيت الدرجات اتحسنت. نقطة التايمينج مهمة جدا، أنا بالنسبة لي مهم جدا إن أنت تخلص لي من 45 لحد 50 إيه مينت. علشان كده إن إحنا نحاول على قد ما نقدر نعمل محاكاة للامتحان، تقعد على المكتب one time بالقلم، ما تقعدش كل شوية تقوم تروح تشرب مية تروح تاكل وبعد كده ترجع تكمل، لا زي الامتحان لما نيجي نحل امتحانات تقول لي انت اخدت وقت قد ايه، وتحل بقلم معين يعني قلم خاص بيك، ولو انت حبيت تعمل كوريكشن او حاجة بانذر، يكون بانذر كولر
علشان وانا بكتب ريبورت عنك اكون عارف ايه الويك بوينتس بتاعتك، فاهمين؟ نقطة حل الامتحانات هي اهم جزء في الكورس، هي اللي بتظبط الكلام. الناس اللي عندها بيرفكشن، عارفين الناس اللي عندها بيرفكشن اللي هو انا لازم احل كل الاسئلة في كل التوبكس واحفظ الكلام بالحرف، ولما يجي يعمل ريفيجن لازم احفظ كل الكلام بالحرف، فتلاقي طاقتك خلصت عند شابتر نمبر 5 ولا نمبر 6. لا، مش الفكرة في ان انت تحل الكلاسيفايد قد ما ان انت تحل كل التوبكس at the same time، يسألك في الديفرنت توبكس في السيم تايم. دي نقطة مهمة. ممكن تكون في كل توبيك لوحده انت شاطر، الحاجة دي برضو خدت بالي منها قريب، ممكن تبقى قابلت كذا كيس كده، يجي يحل كلاسيفايد على كل توبيك سيبريت توبيك الاقيه 100 100. طب حل الامتحان كله مع بعضه في نفس الوقت تلاقي الدنيا عملت قفلة، فاهمين؟ فهمنا النقطة دي؟ عشان كده بسرعة جدا عايز اتأكد ان انت خلصت التوبكس بسرعة ان شاء الله، فاهم كويس، حليت الكلاسيفايد بلس 80%. انا مش زعلان، 80% صح، يعني مش 80% مش حلل الهوم ورك، 80% صح، والم الريبورت ده واظبطهم في فترة حل امتحانات طويلة، ما شاء الله الدرجات تبقى زي السنة اللي فاتت واللي قبلها الحمد لله. بقى لنا 3 سنين، في عوامل مساعدة زي إن الامتحانات كويسة وحاجات تانية، ولكن الحمد لله الدرجات جميلة جدا الحمد لله. ماشي، last one. الناس طبعا بتخاف من أي حاجة جديدة، كلنا متعودين إن احنا بنمتحن بيبر 6. بنمتحنها ازاي بيبر 6؟ حد فاكر دي كانت ايكوال لبيبر 6؟ حد فاكر بيبر 6 بنمتحنها ازاي؟ كانت alternative to practical، بيجيب لنا الاكسبيرمنت مكتوبة وبيطلب مننا ايوه، أسئلة. انت جاي بقى عايز تخليني اقف في اللاب، فهنا الناس عندها رهبه من البراكتيكال. انا عايز وانت واقف في اللاب يكون عندي ثقه في نفسي عاليه جدا. كان عندي ولد اسمه احمد شبه مقفل، يعني كان جايب 38 بيبر 1 وبيبر 2 كان جايب 51، يعني كده دخل الرينجز بتاعتنا ولا لا؟ اهو أيوة. خلاص، بس ما كانش دخل اللاب، كان في الكويت وشرحت له كل حاجة والله. يعني هنا كنا تمام جدا جدا في الورق، احنا بنحل الورق ده كمان اونلاين، اونلاين بفيديوز ورسومات وكده. دخل اتوتر على كان في ايفر فيسنس، كان هنا كان رياكشن في كربونيت، فالكربونيت مع الاسيد بيعمل ايه يا جماعه؟ حد يعرف الاوبسرفيشن؟ فيزنج عشان دي كمان ايفر فيسنس يعني فوران كده، فوار ماشي، فضل ماسك التيوب، واول ما جت على ايده راح رمى البتاع فاتكسرت، فالناس بصت عليه توتر بقى. لا لا، انا عايزك تبقى واثق في نفسك كويس، اقول لك تعمل ايه في كل حاجه، اقول لك الاماونتس اللي تستخدمها، لو لا قدر الله حصل حاجه زي كده ارمي تيوب وتتكسر، ايه المشكله؟ تتلسع باسيد يا جماعه، هو كده كده كل الحاجات مش كورسيف قوي، يعني كده كده الكونسنتريشن فور اسيد مثلا تستحمله عادي، فاهم؟ ولكن ما يجيش على ايدك، ممنوع. فلو رميت التيوب وكسرتها وعملت عادي يا جماعة، عايزين ايدي تتحرق؟ فاهمين القوة اللي انت تتكلم بيها في حاجة زي كده، او قوة شخصيتك في موقف زي ده؟ عايز شخصيتك تبقى قوية، بيبر 3 عايز حد قوي الشخصية يحل الأسئلة السهلة بتاعته، الأسئلة الهدية، الأسئلة اللي انا بقى هيقول لك ايه كل شوية، مثلا ميجر الفوليوم in equal time interval، والله دي عليها درجات، 6 درجات تيجي بعد مثلا كل 10 ثواني ولا 20 ثانية تميجر الفوليوم، ايه المشكلة في ده؟ فتاخد درجات كويسة. قولي يا حنين. مستر عادي تعطينا example كيف ال questions paper 3 بدها تيجي؟ هعمل كده، ماشي؟ هعمل كده.
بس خليني بس ايه اخلص هنا. هنا نقطة، هنا انا عندي طبعا هنا ايه 2 اور. ال 2 اور هيكون هنا الهدف بتاعي ان انت ان شاء الله تخلص كده كده، انت هتخلص في ساعة، هنقول ساعة ونص، مع ان ده يعني ايه في الموست كيسز يعني لا هنا بيخلص في ساعة ماشي، بس هنا عامل هو ساعتين علشان خاطر الريبيتيشن وكده ماشي. وهقول لك تتصرف ازاي لا قدر الله الاماونتس اللي معاك خلصت، يعني حاجة مش ليجل قوي بس هعملها، ازاي ان انت تظبط حالك يعني، حد فاهم قصدي؟ ازاي توصل انك تجيب درجة كويسة، بس ده يعني الورست كيس سيناريو، ازاي تتصرف هنا. بس ده هنا الايه الفكرة او التوزيع بتاع بيبر اي اس. عكس خالص خالص بقى، عكس خالص مين؟ الاي اس ادكسل اللي بتمتحن في يونتس، بيمتحن في كلاسيفايد، ده احلى حاجه في ادكسل. يعني بعد ما يخلص اتوميك ستراكشر بوندنج اورجانيك يدخل يمتحن عليهم. علشان كده بجد البيبر دي سهله جدا. ايه اللي بيخلي درجات اي اس ادكسل احسن من كامبريدج؟ السيستم بتاع الاكزامينيشن هنا، بصوا يخلص يونت 1 يدخل يونت 2 يدخل يونت 2، تقيله شويه. بس المشكلة بقى ان البيبر بتاعت يونت 2 هتلاقوها اتقل شوية من السيستم بتاع بيبر ايه؟ بيبر 2 هنا، وجواها تشويس وكويستشنز عادية. الترناتيف تو براكتيكال هنا بيبر زي بيبر ايه؟ زي بيبر 6، شبهها قوي كمان. فإلى حد ما ديكسل مدلعين شوية، ولكن انت هتخرج متعلم احسن بصراحة. يعني انت دلوقتي الهدف بتاعنا ايه؟ ايه الجول بتاعنا؟ ان انت تجيب ان شاء الله ايه، صح ولا لا؟ كلنا عايزين نجيب درجه كويسه في اي اس، ولكن انت متعلم كيمستري افضل شويه ماشي من اي اس ادكسل. بصوا كده، نجيب احنا عايزين اي اس كامبريدج اهو، امتحان مثلا زي ده مي جون، عايزين 32 اكزامبل زي ده كده. انا ما اعرفش الام ده هو عباره عن ايه، صح؟ ماشي، بصوا كده هنحل ده ازاي، هقول لك فكرته ازاي، مع ان ده المفروض اكسبيرمنت، صح؟ انا هقول لك ان احنا عندنا ميتال هيدروكسيد، فانا هقعد ارسم كده. هيكون عندي اول حاجه ميتال هيدروكسيد، اجيب منه الام 1 اوكي. لما انا دلوقتي اهيت ويحصل له سيرم، حد يعرف ده اسمه ايه؟ A type of this reaction when compound is decomposed into two or more product، ده اسمه decomposition reaction، decomposition او thermal decomposition ماشي، thermal decomposition. انا هنا في التايب اوف رياكشن ده هقول لك انت هنا معاك الام 1 دي هتحطها في الكريسبول. حد يعرف كريسبول ليه شكلها عامل كده؟ هنويت الكريسبول وهي فاضيه، هنحط جواها الماس اللي موجود ونسميه ام 1، هنهيت until we reach الكونستانت ماس. وهقول لك هنا اكسبلين واي وي ريتش الكونستانت ماس، تو ميك شور ايه يا جماعه؟ ميك شور نو واتر از ريمينينج، تو ميك شور ذات اول ووتر از ايه از ايفابوريتد، صح؟ كل الميه مشيت، صح يا حنين؟ نبدأ ناخد بالنا كمان من الكلام، مش هنقول الووتر بويلد، هنقول ايفابوريتد، صح؟ بعد هنا لحد ما وصلت الكونستانت ماس مره واثنين وثلاثه ويتيك، طبعا هنا احنا بنعمل ايه؟ كل شويه نويت، كل شويه نويت until we reach constant mass. After waiting we will get M2. If we minus M2 from M1 we got the mass of ماس اوف ايه يا جماعه؟ الميتال هيدروكسيد.
هيكون عندي ماس اوف ايه؟ اوف ووتر صح؟ مش انا هنا كان عندي هنا الماس بعد ما كان عندي مغنيسيوم، عندي سوري عندي ميتال هيدروكسيد افتر هيتنج بقى عندي ميتال اوكسيد. مين اللي طار؟ الديفرنت في الماس ده هو الماس اوف ووتر. بعد كده هقوم جايب ال H2O هنا وهجيب الميتال هيدروكسيد هنا OH باي 2. انا عارف ان الريشيو ما بينهم كام لكام، مين يقول لي؟ I know from this equation that the ratio between them is 1 to 1. يبقى انا هنا معايا 1 to 1. اوكي انا هنا how to get ال M. بعدين انا هنا معايا الماس of water. Can I get the number of mole by dividing over the MR؟ يبقى أنا هنا number of mole equal the mass اللي هو خلاص أنا عرفته. عارفة عرفنا منين يا حنين؟ M1 negative M2 صح كده؟ بعد ما أنا جبت mass mass 1 negative mass 2 I got the mass of water and then divided over 18 the MR of water بقى معايا number of mole of H2O. Using the ratio اللي موجود اقدر اجيت ال number of mole of M hydroxide اه ولا لا؟ صح ولا لا؟ صح. طيب لو انا دلوقتي معايا ال number of mole equal mass over MR. If I have the number of mole انا معايا ال number of mole ومعايا كمان الماس بتاعته اللي هي ال M1 معايا ال M1 اقدر اجيب ال MR ولا لا؟ ال MR خلاص جبت ال MR mass over N طلع معايا ال MR which is equal ال M اللي معرفهاش plus 2O plus 2H يطلع معايا رقم مثلا 100 ولا ايا كان بقى given. فيبقى هنا ال M equal الرقم اللي ما عرفوش negative 2 times 16 negative الهيدروجين بكام؟ ب 1 2 يطلع معايا النمبر. هو مثل انا عارف وشكله كده في جروب 2 اروح اشوفه عشان يطلع معايا سترونشيوم في الامتحان ده تقريبا. فهمتي؟ فأنا هحل كده وإحنا كمان ماشيين أهو هو بيساعدك بالكلام ده. ولكن نحله سوا الأول ولا نعتمد على الستبس اللي هو عاملها؟ أعرف الفكرة كلها البيج بيكتشر بتاعت السؤال ولا أروح أمشي وراه في الستبس وأنا بنفذ من غير ما أعرف الصورة العامة؟ إحنا أهم حاجة بالنسبة لي إن الأيديا أنا أبقى عارفها. انت لو ما اديتنيش كل ده انا هعرف اجيت الام في الاخر. انا عارف ان هو هنا بيساعدني بس انا جامد جدا انا اقدر اجيب الحل لوحدي. فهمتوا قصدي؟ فاهم يا زياد؟ فاهم يا بدر؟ ايوه بس هو ده اللي انا نفسي فيه بصراحه، ده اللي انا نفسي فيه جدا. عملت كده تلاقي نفسك ان انت يعني انت اللي مالك الامتحان. ده اكزامبل على سؤال موجود عندي في بيبر 3 بفكره تافهه بصراحه يعني سهله قوي. بص هو الاي اس اه قول هو بيبر 3 بيبقى فيها كام كويشن؟ آه لما نيجي نبص كده، بصوا كده يا جماعه الامتحان ده انا هنا لحد ما اوصل للتيست فور ايونز اللي هو كواليتيتيف اناليسيس ماشي بيكون هنا عندك سؤال اساسي هنا على الام اللي هو ام او اتش باي 2 ده انت تاخد وقتك فيه ماشي اللي هو الماس. هيجي لك سؤال شبه شويه بيكون فيه انرجيتكس فيزيكال يعني انرجيتكس او ريدوكس قليل قوي ريدوكس في الغالب بيكون انرجيتكس علشان اعرف الدلتا اتش. بعدين في سؤال كمان بيكون اهو بعد ما تطلع الدلتا اتش ايا كان يعني هيسالك سؤال اكسبلين ولا حاجه يعني فيزيكال. واخر حاجه اسمها كواليتيتيف اناليسيس. انا عندي حاجتين، عندي كوانتيتيف وكواليتيتيف دول لازم يسالك عندهم يعني سؤال مولز كوانتيتيف حاجه فيها ارقام وتقول لي قد ايه
احنا لما نروح يا جماعة نعمل تيست على البلاد مثلا، اول حاجة بيقول بيعمل كواليتيتيف اناليسيس، بيشوف ايه الكومبوننت اللي موجودة جوه، صح؟ في انيميا ولا لا، في كذا ولا لا، بعدين يقول لك النمبر اللي هو كوانتيتيف اناليسيس، فيخش فيكون عندك ثلاث او اربع اسئله. في الكوانتيتيف اناليسيس بقى، الكواليتيتيف اناليسيس انا عايز اعرف ايه الحاجه دي، فنعمل تيست فور اين وتيست فور كاتاين. قولي يا كده يا حنين. مستر عادي تطلع فوق اهو الامتحان. هنا ايوه هاي اللي تحت اللي جابتينا instructions مكتوب عليها تحتيها results. نحن المفروض نرسم شو بيبان لما نعمل ال experiment ولا we supposed to guess what's supposed to happen. هو هنا عايز ان انت gather data، واحنا عايزين data بس يا حنين. ال data تكون close لل ال amounts اللي موجوده معاك. يعني انا دلوقتي عامل مديكي اماونتس ومديكي هيدروكلوريك اسيد وكالسيوم هيدروكسيد، المفروض التمبريتشر تعلى مثلا كام؟ 5 ل 10 ديجري. واحد طلعها 11 ماشي، 12 ماشي، 13 نبدا نماينس 1، واحد نزل ل 2 3. فهمتي يا حنين؟ يعني في رينج. في رينج طبعا مقبول، في رينج مقبول، والموضوع بيبقى ابسط من كده كمان. غالبا هتخش جوه الرينج، 90% من الناس بتدخل جوه الرينج. فهمتي؟ عفوا. نرجع بسرعه، انا مش عايز اطول. نرجع بسرعه. هنا ده شكل الايه، الامتحان اسسمنت اوفر فيو. بعد كده الكونتنت بقى، بالنسبه لنا الكونتنت شكله عامل ازاي. تعالوا كده نشوف هنشتغل طبعا من نوتس ومن كلاسيفايد، بس في كتاب انا بحبه جدا، في كتاب نازل جديد انا لسه ما خلصتوش، ولكن الكتاب اللي انا بيجي منه دايما الامتحان هو الازرق ده. كلنا معانا الكتاب ده؟ ابعت لكم الكتاب ده، احلى كتاب لايه ليفل كامبريدج، هو الكتاب ده بيرفكت بصراحه. ماشي. عندي اول حاجه باخد المولز، وبعد كده اتوميك ستراكشر. خلاص بقى مش هناخد 284 لمثلا السيليكون او الكربون 2 لا مش هناخد الكلام ده، هناخد بقى بالاوربيتالز وهنعرف يعني ايه اوربيتالز وسب ليفلز. بعد كده الالكترون ان اتوم، هنعرف ايه السب شيلز اللي موجوده عندي، ونعرف الايونيزيشن انرجي، البوندنج، الايونيك بوندنج انا اعرفها بتفصيل اكبر، والكوفيلنت، وازاي الشيبس بتاعت الكوفيلان بوندز بتشكل الشيب اوف كومباوند، ستيتس اوف ماتر، هنبتدي نشوف اكتر غير الدايموند والجرافايت والقصه دي اللي احنا كنا بناخدها في او ليفل، لا هنزود هنا ونشوف الليكويد ستيت والسوليد ستيت بيكون الشكل عامل ازاي، نعرف كمان المولوكلر لاتس، هنعرف كمان غير الدايموند والجرافايت السي ان تي كربون نانو تيوبس والجرافين والحاجات دي هتكون معانا زياده شويه. يبقى هو شبه الكورس بتاع او ليفل ولكن بناخد عليه اكسترا. اوكي. انا طبعا اتعامل ان انت ما كنتش واخد بصراحه، ياما قلت ادخل على الكونتنت على طول بتاع اي اس والاقي الدنيا مضروبه بالنار خلاص. فالكورس بتاعي ديزايند ان هو كانك فروم سكراتش. ماشي متفقين؟ علشان ايه؟ علشان ننجز. اللي هو دايما اول نص ساعه من بدايه اول اني توبكس براجع على القديم. يعني اول محاضره هناخدها ان شاء الله هي ايه، او ليفل، هيكون مولز اوف او ليفل. ماشي. هناخد حته صغيره بي في ايكوال ان ار تي فروم اي اس، دي بس اللي هتكون زياده. بعد كده تاخدوا الريدوكس، الريدوكس هاو تو جيت ذا الاكسديشن نمبر بتاعت الاليمنتس، هاو تو رايت ايونيك كومباوند ايونيك هاف ايكويشن، how to write ionic equation full ionic equation بقى. equilibrium، equilibrium كنا بنقول الرياكشن ده بيمشي باكورد ولا شيفت فورورد ولا باكورد. طب افرضوا معظم الرياكشن كان بيشيفت فورورد، يا ترى الكي اي بتاعها هيكون عامل ازاي؟ مش اكيد هيكون. تعالوا كده نشوف حاجه واقعيه اكتر. هناخد ده
هنا في إيكوليبري. أهو شوفوا بالصدفة ده أهو شابتر 7. طبعا الزعبلويات الورق اللي بعمله ده هيفيدكم جامد بصراحة، ماشي، أكتر كمان من النوتس. بصوا كده ركزوا معايا، أنا هنا لو كان معظم الرياكتنت في الأول هنا، يفرضوا أنا الرياكشن بيمشي فورورد وباكورد، يعني عندي رياكتنت أند برودكت أت ذا سيم تايم عاملين إيكوليبريم، افرضوا معظم الرياكشن كان لوكيت أت ذا رياكتنت، ذا رياكتنت نوت لايك تو فورم برودكت، هل هيبقى زيه زي معظم الرياكشن لوكيت أت ذا برودكت؟ مش لازم نديفرنشيت بتوين ذيس كيسز، صح؟ That's why we make هناخد بقى حاجة اسمها KC which is equal concentration of product over concentration of reactant. From value of KC لو KC عالية ده معناه ان الـ amount of product عالية، فأنا من الـ value of KC أقدر أديتيرمن الرياكشن ماشي فورورد ولا باكورد، أوكي؟ أقدر أعرف الرياكشن إذا كان شيفتد فورورد أور باكورد، أوكي؟ وهنا اكزامبل عليه، فهمتوا الحته دي مثلا؟ اوكي سهله قوي، انا اقدر اعرف انا دلوقتي اف الكي سي از ليس ذان 1 1 تايم 10 باور نيجاتيف 5. ازيك يا احمد؟ الحمد لله. ازيك يا مستر؟ انت داخل متاخر شويه بس ابقى ابعت لك الريب عشان تشوف الجزء الاولاني مهم، ماشي؟ تمام يا مستر. فلو انا عندي 1 تايم 10 باور نيجاتيف 5 ده ليس ذان 1 ولا جريتر ذان 1؟ ليس ذان 1، ذس مين طالما دي قليله ده معناه ان البرودكت قليل، وده معناه ان موست اوف رياكشن لوكيت ات ذا رياكتنت. طب لو لقيت هنا كي سي دي ايكوال 10000 ده معناه ان الرينج هنا ان ده 10000 ل 1، كل 10000 موليكيول في 1 بس لوكيت ات ذا رياكتنت، ده حتى لو هو كبير جدا جدا ده معناه ان موست اوف رياكشن ميكستشر از برودكت هنقول عليه ايرفيرسبل وخلاص، ماشي. فدي مثلا في الكي سي. نرجع بقى هنا ده الكونتنت، انا كنت بتكلم على الكونتنت اللي عندنا ده الايكوليبريم زاد ازاي، بقى في كي سي فور كونسنتريشن اند كي بي. بعد كده عندي حاجه اسمها ريت اوف رياكشن، وهناكل ناخد ماكسويل ديستريبيوشن كيرف، بيريوديسيتي اللي تشينج الترندز تشينج، واكزامبل عليها في جروب 2 جروب 17. بعد كده نون ميتالز الاكزامبل عليها، مش هناخد بقى نون ميتالز، هناخد نيتروجين وسلفر الكيمستري بتاعتهم، هابر بروسيس وكونتاكت بروسيس ان مور ديتيلز. بعد كده الاورجانيك، هو طبعا مقسم الاورجانيك كلها لشابترز بس بالنسبه لنا احنا الاورجانيك شابتر واحد بتايم بشكل واحد بناخده كله مع بعضه سوا بنحل عليه سوا، ماشي. طيب اخر حاجه هنا، طبعا الجزء ده يعني مش حلو قوي في الكتاب، ولكن اللي هو الجزء بتاع البراكتيكال سكيلز، ولكن انا عامل لك 4 محاضرات براكتيكال قبل ما نحل، هيفهموك كويس جدا ان شاء الله، ماشي. ده الكونتنت. يبقى احنا هنا خدنا الاسسمنت وخدنا الكونتنت. طبعا انا منظم الكلام ده كله على ابلكيشن اسمه نوشن، ده اللي ببقى عارف النهارده هدخل اشرح كذا، النهارده هدخل اشرح كذا، اهو اللي موجود عندي هنا، ولكن لسه محتاج. عارفين انتوا فورجيت باسورد والكلام ده اهو، كل مره ادخل مش عايز اكتب الايه الباسورد قدامكم، عشان كل حاجه كل الباسورد بتاعتي كلها واحده في كل في كل حاجه، فالاقي نفسي قاعد في الشارع بعيد يعني، خلاص لست كل حاجة. أنا طبعا بثق فيكم كأني بثق، بس يعني إيه يعني صعب جدا هظبطها، بوريها لكم إن شاء الله في أول محاضرة السيستم بتاعنا عامل إزاي، ماشي. فده هنا أنا كده قلت 4 حاجات، 1 أنا قلت 1 و2 assessment overview الكونتنت، how to achieve الإيه بقى إن شاء الله، how to achieve إيه، ماشي. لا دي هتكون بالنسبه لنا اعلى درجه عندنا ان شاء الله، ايه هاو تو اتشيف الايه. دلوقتي ممكن نقعد نقول كلام كتير جدا، قول يا بدر. مستر يعني بالنسبه للكونتنت احنا هنذاكر من الكتاب اللي هو الكتاب اللي هنذاكر مثلا من النوتس؟ لا هتذاكر من النوتس بس انت ما بقتش صغير، انا هطلب منك
ده جاي معانا ان شاء الله، هقول لك هتكلم عليه كمان شويه. هطلب منك نوتس، هتاخد ايه بقى؟ هتاخد 3 حاجات وتسلمهم لي نوتس. استنى اوريك. هتاخد الديجيتال نوتس اللي هي النوتس العاديه بتاعتي، ماشي؟ وهتاخد، بص يعني انت دلوقتي هنا، ناخد اكزامبل، ناخد ان اكزامبل انرجيتكس. ده ادكسل ولا ده ادكسل صح؟ لا تعالوا كده ناخد واحده كامبريدج. عايزين ايه؟ اس كامبريدج فين؟ اهو انرجي تشينج انرجيتكس، ماشي؟ دي النوتس بتاعت الانرجيتكس، ماشي؟ ده اللي انا هرفعه على جوجل كلاس روم، اوكي؟ ميكس ما بين الريتن نوتس بتاعتي الزعبلويات، ماشي؟ زمايلكم هم اللي مسمينا كده، يعني ورقه زي دي فيها تلخيص كتير جدا وانا بشرحها هتفهموها ان شاء الله، ماشي؟ والزعبلويات اللي زي دي، وما بين الديجيتال نوتس اللي هي العاديه خالص، ماشي؟ اللي هي العاديه، النوتس العاديه، اوكي؟ وانا شغال منها برضو. انت هتاخد الاثنين دول تعمل تضربهم في الخلاط مع الكتاب، يعني انت هتاخد الديجيتال نوتس. مركز معايا يا احمد؟ هتاخد الديجيتال نوتس مع مع الريتن نوتس، وتروح تقرا الكتاب. عايزك تقرا الكتاب وتديني بقى، تديني ايه يا جماعه؟ تديني النوتس بتاعتك بقى، your own notes. انا هنا بقى، وده من البونص بتاعنا. ايه البونص بتاع الكورس؟ خلينا نتكلم عليها اوام. من ضمن البونص اللي موجود عندي ان انا هعلمك how to summarize، how to make، how to note taking ايه؟ اي سيلبس او اي درس. هو دي سكيل زياده هنتعلمها في الكورس. دي هتفيدك جدا، هتدعي لي امتى؟ ان شاء الله لما تدخل الكليه وتلاقي الدنيا كلها عشوائيه خالص. اللي هيفيدك ان انت تقوم جايب كتاب وكتاب وكتاب وتتعلم النوت تيكنج. وده مثلا بنعمله لو اتكلمنا على حد من السنه دي، فهنتكلم على مين؟ اهو لسه بوريهم امبارح، بنت شاطره عندي اسمها تقى، اهو هتميكس دول وهتستير وتعمل النوتس بتاعتك. بصوا هنا بقى البرودكت بتاعها عامل ازاي، ما شاء الله حلو جدا، ماشي؟ اللي هيهتم بالحاجه دي، دي حاجه اكسترا بره الكورس، هتهتم وهتعمل حاجه زي كده انا هفضل معاك. هنا مثلا بعد ما هي خلصت قلت لها لا ظبطي حاجه معينه هنا، بصوا يا جماعه قلت لها ظبطي حاجه معينه هنا، او لازم تزودي سمري، ماشي؟ تشرحي لي كده في نص صفحه كل التوبيك، بحيث ان انا اميك شور ان انت ذاكرت. انت وانت بتعمل ده احنا بنعمله كده فور فن يا جماعه، ولا بنستفاد اكتر كاننا بنذاكر؟ كاننا بنذاكر. عايزك بقى تلخص لي في نص ورقه، نص ورقه الشابتر كله في باراجراف صغير، تبدع بقى في الموضوع ده. في الاول بيبقى صعب، بعد كده في تاني درس بيبقى سهل 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 سهل، لحد ما بقى مع انها بالمناسبه اي 2، هي اي 2 كاينتكس، اي 2، لحد ما نوصل ان هي تقوم تجيب لك التوبيك في شوال، خلاص بقى سهل جدا بالنسبه لها، عارفين اوله من اخره. فهمت قصدي؟ دي حاجه ان شاء الله زياده هنعملها، بقى اكلمكم عليها اكتر. وخلينا نرجع. فانا من ضمن كلام كتير جدا متزوق هنا، هاو تو اتشيف الناين، انا اخترت 4 حاجات نلتزم بيهم علشان ان شاء الله نجيب درجه حلوه. ايه هم ال4 حاجات دول؟ ودول لن اتنازل عنهم، يعني من غير زعل اللي مش هيلتزم بيهم مش هنكمل معاه الكورس، ورايح دماغي، لان هو ممكن ما يجيبش درجه، تجيب درجه وداخل مع تيتشر علشان خاطري، فورو ماي ايه، ماي بلان، علشان خاطري، يعني مش عشان خاطري ايه، عشان خاطرك. دي اكتر حاجه جربتها ولقيتها ان هي بتجيب معايا درجات، خلاص بمشي عليها. هنلاقي ان احنا هنا هنحاول ان احنا نبراكتس مور ونستدي لس. ازاي نستدي لس؟ انا هخلي المذاكره، في حد بيحب هنا المذاكره؟ معظمنا مش بيحب المذاكره، فانا هخلي المذاكره دي ليها ديفرنت. قول يا زياد. لا انت حضرتك بس ايه؟ حضرتك كنت بتسال بس.
فانا هنا يا جماعه فما حدش فينا يا جماعه بيحب المذاكره، فانا هخلي المذاكره ليها ديفرنت ايه اشكال مختلفه، نضحك على دماغنا شويه. منها السمري اللي انا لسه موريها لك دي، هي وهي بتكتب الدرس وبتلخصه من 4 5 مصادر، مش ده يا جماعه شكل من اشكال المذاكره الافكتيف جدا، افكتيف جدا. فانا هخليك تذاكر كده، هخليك تذاكر معايا في المحاضره بان انت هتشتغل بايدك وتبعت لي على الواتساب. علشان كده يا جماعه انا عندي اكتر من 80,000 صوره مش عارف اخلص منهم، والسنه دي يعني مع لو وريتكم الاي كلاود هتتخض، كل شويه اكبره اكبره مش عارف اروح فين تاني. بس اقدر استغنى عن ده؟ يستحيل. لازم تصور الدرس بتاع المولز، يلا حل السؤال ده وابعته لي على الواتساب، فيبقى في تفاعل اكتر، خصوصا ان احنا اونلاين. ده مذاكره ولا مش مذاكره؟ ده مذاكره. لما بعد محاضرتين ثلاثه نرجع لنفس التوبكس ناخد سؤالين ثلاثه هيكون مذاكره. فاحنا هنا هنعمل كذا حاجه ماشي، هنتعلمها سوا، نخلي المذاكره تكون بسيطه ونبراكتس مور. الحل يا جماعه ده يعتبر برضو ستايل من ستايلات المذاكره. ولكن هل ده معناه ان احنا ما نذاكرش مثلا التوبيك بالقلم والورقه قبل ما نحل؟ انت عليك تاسك ان انت تحل باست بيبر، والمدرسين كلهم طالبين منك هوم ورك ولازم ترفع. هتروح تذاكر ولا هتروح تخلص من الهوم ورك التاسك؟ مش هينفع الكلام ده في اي اس، مش هينفع، هيبقى انت بتضر نفسك. كان حصل ايه؟ استنى اوريكم حاجه في المدرسه هيحصل معاكم زي كده. احنا عايزين جريد، كان هنا بيزكس ليكتشر 2. بصوا هنا في المدرسه دي خدوا ستيتس اوف ماتر. الدرس ده سهل في اول ليفل ولا لا؟ عبيط صح؟ ايوه انا اتاكدت كويس جدا ان هم فهموه كويس جدا، يعني الحمد لله اتاكدت ان هم فهموه كويس جدا جدا جدا. ولكن قلت لهم بصوا بقى احلوا لي السؤال ده. ف فين اوليفل كامبريدج مين نوتس كلاسيفايد كلاسيفايد بيبر 4 1 اهو، جيت على السؤال ده اللي هو فيه 1 2 3 4 ده، قلت لهم يلا حلو. هو فاهم بس مش عارف يكتب ايه. انت هتبقى نفس الموقف ده بالظبط، هتبقى انت فاهم وخارج من المحاضرة فاهم بس مش عارف تكتب ايه. طب لما بتتصرف وتكتب بتكتب اجابة غلط علشان انت ما ذاكرتش اساسا. فهمتوا؟ لازم تذاكر بالورقة والقلم الاول، ادي المذاكرة حقها. انت بتحل علشان خاطر نفسك مش علشان خاطر التاسك اللي التيتشر مديهولك، لازم دي يكون في دماغك اساسي. ممكن اللي متفق معايا كده يكتب واحد على الشات. ماشي، ده اساسي يا جماعه. انا عندي ان انت تصارحني تقول لي مثلا انا مزنوق المره دي وان شاء الله هرفع لك الهوم ورك بكره ولا بعده، مع ان ده انا ما بحبوش ابدا. واحسن بس تكون ذاكرت بالورقه والقلم، ده ضروري جدا. نرجع لموضوعنا سبيشال يا جماعه. هنا كنت بشرح امبارح حاجه اسمها الفورجيتنس كيرف. انت اول مذاكره خالص بتذاكرها بعد 3 4 ايام بعد ما كنت فاهم 100% بتبقى 20% بس، فمحتاج تذاكرها مره تانية علشان الكيرف بتاع النسيان يقل يبقى ليس ستيبر. المره الثالثه هتاخد 5 6 ايام على ما تنسى يا دوبك 20% ولسه معاك 70 80%. من اول رابع مره وانت طالع، الكلام ده انا مش مألفه، الكلام ده ريسيرش يا جماعه. أنا شفت اسمه سبيس ستيشن. ايوه شاطر. وليه برضو هنا ايه فورجيتنس كيرف برضو. فبعد فتره بتلاقي ايه اللي حصل؟ تلاقي ان المعلومه ثابته معاك. اوكي، في نقطه مهمه كمان، سي البيج بيكتشر اوف كورس، وده اللي انا كنت بحاول اعمله مع السمري اللي توقع كانت بتعمله، ان انا دلوقتي احاول as much as I can ان انا اربط التوبيك ببعضه. وده كان موجود في انرجيتكس هنا، بصوا هنا اهو. بعد ما شرحت شويه هنا عملت ايه؟ قلت لهم لو جالك سؤال هيكون ايه؟ طبعا انت هنا ذاكرت الانرجيتكس اول ورقه وحطيتها في الشوال بتاع انا اتخيل ان دماغك شبه الشوال. اوكي، حطيت اول ورقه وتاني ورقه وتالت فكره و و و و هتخش الامتحان بقى تقعد تنقي، تقعد تفتكر،
ولا انت وانت داخل على سؤال انرجيتكس تقول ده هيجيب لي يا واحد يا اتنين يا تلاتة؟ انهي احسن يا جماعة؟ انهي احسن؟ ان انا ابقى داخل عارف هو هيجيب لي ايه وعارف الفكرة وعارف هعمل فيها ايه، ولا استنى لما اتخط واروح ادور في الشوال هي دي؟ لا مش دي، ادور تاني هي دي؟ لا ده بصراحة ما ينفعش في ايه ليفل، ده اللي يفرق بقى. الكلام ده ينفع مع طالب اول ليفل نحل معاه شوية وهيتعود بالريبيتيشن والاسئله اللي متكرره وخلاص، انما ايه ليفل لا. فعشان كده مثلا في بيبر زي اللي قدامي دي بقول لهم ايه؟ بقول لك هيجي لك يا اما كيو ايكوال ام سي دلتا تي، يا اما هيجي لك هيس سايكل اللي احنا واخدينها، او ممكن تحلها بالالجبريك ميثود. ولو جاب لك دلتا اتش هتكون دلتا اتش فورميشن، هتكون البرودكت نيجاتيف الرياكتنت. لو جاب لك بوند انثالبي اللي هو زي بتاعت او ليفل فاكرينها سي اتش ب 411 اللي هو يكتب لك الفاليوز بتاعت البوندس، هتكون رياكتنت نيجاتيف البرودكت. بس هي دي الافكار اللي هتجي لك من المساء، مش هيجي حاجه بره. يبقى كل توبيك مثلا اورجانيك، تعالوا نبص كده اورجانيك فين. اورجانيك لا، عايزين تعالوا كده اوريكم، عايز اوريكم ورقة على الاورجانيك مثلا. ايه كامبريدج مثلا دي، بصوا كده هنا لازم ورقة زي دي تكون موجودة فين اهي. بصوا هي دي او ليفل مش مشكلة، بس معانا زيها بالظبط ايه ليفل. هقول لك ايه، هل دلوقتي لما يجي يسالك على الالكين نستنى يخضنا، ولا لما يجي لي رياكشن ابقى عارف دي مثلا كل الرياكشنز بتاعت الاورجانيك كومباشن سبستيتيوشن كراكنج؟ ماشي، كومباشن سبستيتيوشن كراك اساسي. لو جالك الكين يبقى يسالك على الكومباشن او اديشن اللي هو واحد من الخمسه، او اديشن بوليمرايزيشن اللي انت بتكتب فيه كذا او كذا او كذا. لو جالك كربوكسيليك اسيد يبقى يسالني على كوندنسيشن او نوتراليزيشن. ايه النوتراليزيشن اللي ممكن يجي معاه؟ ان هو يكون عندي الاسيد يرياكت مع ميتال، ميتال اوكسايد، ميتال هيدروكسايد، ميتال كربونيت. الحاجات دي انت حافظها ومظبطها وراصصها في دماغك، مش ده احسن يا جماعه؟ صح ولا لا؟ مش ده احسن؟ عايزين نعمل صح. كده في كل، مش عايزين نعمل ده في كل توبيك اهو. الالكول هنعمل بريبريشن بطريقتين وعندي فور رياكشنز، كل ده وادي شكل تاني من اشكال الرياكشنز. اجي اقول لك الكين تقول لي كومباشن سبستيوشن كراكنج كده. احنا عايزين كده في كل توبيك. مثلا انا عامل ده في الانرجيتكس اهو في المسائل، وفي الاخر عامل ايه ده هنا؟ ايه ناقص لهم؟ محاضره. المحاضره بتاعت بكره الخميس هتكون فيها الماب الكبيره بتاعت انرجيتكس، فهمتوا؟ علشان نلم الموضوع كله ده مهم جدا عندي. ده اللي انا اقصده بان انت لازم دايما يكون عندك البيج بيكتشر اوف يور كورس، كورس بقى كله مش بس التوبكس. ستي موتيفيتد، انت بتحل علشان خاطر نفسك، انت محتاج ان انت تجيب الستار دي، اثبات لنفسك انت. اوعى يا جماعه وانت دلوقتي في جريد 11 انت كانك او 12، احنا خلاص بقى يعني سننا قريب من بعض. انا بصراحه ما احبش يعني احس اني كبرت في السن، ولكن انا ما عندي، انا عندي 32 سنه، ف وبشرح الكورسات دي من ايام عندي 25 سنه او اقل. فانت كبير يعني، احنا اصحاب اكتر يعني من ان انا بقى اقعد اقول لك حل وما تحلش وكلام من ده. فين الهوم ورك؟ هبعت لوالدك والقصه دي. في فولو اب طبعا سيستم وهيتبعت، مش هكذب عليك بصراحه، انا يعني هفتن عليك عادي، ولكن انا نفسي يبقى الموضوع فريندلي اكتر. انت عارف، وانا بقول لك ان انا بقول لك علشان تجيب ستار في النهايه، مش عشان خاطر اغلس عليك في ان انت تعمل لي هوم ورك. انت بتعمله عشان تخلص، مش بتعمله عشان مصلحتك. حاجه بتبقى الجروب بيبقى، استغفر الله العظيم، بيبقى خلاص بقى ببقى مش طايقه بصراحه، وبحاول افكه علشان خاطر ايه. انت كده كده مش عايز تجيب ستار، خلاص بيبقى حاجة إحباط قوي. الحمد لله بقالنا فترة مفيش ناس كده، ولكن أتمنى إن أنتوا تبقوا من النوع اللي داخل يجيب درجة إن شاء الله. ماشي، آخر حاجة أنا أعمل لك ماب. أنا عارف إن إحنا لما بنيجي نقعد على المذاكرة بيكون في زي ما تقول كده
لخبطه كتير ومش عارف. عارفين انتوا ساعه ما تيجي تلاقي ايه، تلاقي نفسك بتتفرج على الحيطان، بتقلب في الورق، بتبص على ايدك تشوفها عامله ازاي، تفتح الموبايل سكرول. لا فاهمين يا جماعه اللي هو ايه، ليها اسم مش عايز اقوله عشان عيب، بس يعني اللي انت عمال تلف كده في الشقه تتفرج كده على كل حاجه. لا مش عايزين كده. انا مديك ماب قايل لك اول حاجه هتخلص ال6 ايدياز. بص مثلا انت، احنا ايه، ايه اس كامبريدج، 3 ايدياز اول محاضره، 3 ايدياز في اول بوكس اعمل عليها صح. تاني قاعده هتخلص الايه الريتن نوتس تراجع عليها. كل الحاجات دي يا جماعه ساعه 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 ماشي، بحيث ان انت ترجع للبي دي اف ده تعرف انت وصلت فين وتشتغل. هل انا كاتب لك فيه الكونتنت مثلا شابتر 1 2 3 4؟ لا، بعد شابتر 3 هتلاقيني قايل لك معلش اعمل ريفيجن على شابتر 1، معلش هيل بيبر 2 كلاسيفايد مثلا 2 على شابتر 2 وهكذا، بحيث ان انت تكون. طبعا هي تعباني، انا مش هكذب عليك، هي تعباني لانها جديده، بس فكره حلوه، فكره حلوه. عملناها مع مين السنه دي؟ انا عملتها مع اي بي سيستم اسمه اي بي، وحلوه قوي قوي، عملتها ابسط بكتير وتقليديه، بس انا الموضوع افور معايا في اي اس، نفسي اخلصه قبل ما نبدا. هتبقى حلوه قوي، هتبقى قاعد عارف هتروح على اي بوكس وتشتغل على طول ماشي. عايزك تفولو الماب دي، لو انت عملت فولو الماب دي تجيب درجه ان شاء الله. الفولو اب هيكون شكله عامل ازاي؟ هيكون اتندنس، دي غالبا مش هخليك تشوفها، هتشوف الحاجات دي. هوم ورك، ده البيرنت بقى، هوم ورك، كومنت على الهوم ورك، كويز، كومنت على الكويز ماشي. اللينك اهو فيه، طبعا انا عامل اسيستنت لينك، ده اللي بيدخل يملى منه، وده اللي البيرنت هيدوس عليه يظهر له. هفتن عليك هنا، هزعلك هنا بقى، الفضيحه كلها تبان هنا يا جماعه، ان شاء الله ما فيش فضايح. شوفوها اهو، في اكزامبل، تعالوا ناخد مثلا كل شويه نعرض عبد الرحمن، دي حاجه هي لحد معانا ضن، والاسيستنت والاسيستنت الاي ليفل خلي بالك بيكون ايه، بيكون تيتشر الحمد لله علشان خاطر يصحح لك صح. فهنا هي كاتبه حاجات، هنا دي برضو تيتشر مع ان ده او ليفل، كاتبه له حاجات بالظبط ايه المشكله عنده، وكاتبه لك في الهوم ورك بالظبط ايه المشكله عندك. فالكلام اللي هيتكتب لك في الهوم ورك او في الكويز اقراه علشان مهم ومفيد. اوكي، في هنا الكويز، الكلام ده انا كنت كاتبه الاو ليفل ماشي، مستواكم كويس وناس محترمين كده وكل حاجه ماشيه كويس، مش عايز تظهر على الكاميرا علشان خاطر لسه صاحي من النوم بقى، ولا ما فطرتش، ولا الدنيا بايظه مع. لا بص انا خلاص فاكس لايف اون كامل، فاكس هديك وسلمولي بعد ساعه، بس انا هعرف اذا كنت انت غاشش ولا مش غاشش، مذاكر ولا لا ماشي، بيبان في ثانية إن شاء الله ما فيش الكلام ده، أنت عارف مصلحتك، فهتسلمه لي على طول. لقيت إن الواحد مستواه وحش ولا حاجة، الأسيستنت بيخليه يفتح لايف أون كاميرا ويصلح ماشي. في موك كبير إن شاء الله. إيه ده؟ ماشي، في هنا إن شاء الله هيكون زي موك. الموك طبعا اشبه الكويز ده، هايف يا جماعه، بسيط خالص قوي قوي ماشي، بسيط بسيط يعني، حاجه تخلصها اوام علشان خاطر ما تبقاش هيدك، ولكن بتراجع على الاسئله المهمه اللي انت لازم تبقى انت عارفها لا غنى عنها. اللي انا ايه، الطالب العادي البسيط اللي هو يجيب ايه بالعافيه، بس هو ده الاسئله اللي فيه مهمه، انا عايز اتاكد ان انت الاوت كم تمام فيها. الموك انا براحتي بقى اجيب لك سؤال صعب ولا حاجه عادي، ما انا راجعت لك عليه فمن حقي اسالك فيه ماشي. ايه البونص اللي هتاخده من الكورس ماشي؟ الاي ليرنينج ماشي، انا مش يعني ممكن ان شاء الله تتعلم ازاي تاخد نوت تيكينج، ازاي تعرف تقرا من الكتاب، ازاي تفهم الحاجه من اكتر من سورس، ده انا ده انت هتتعلمه معايا من كتر ما بتشوف المحاضرات اهو. ده هتلاقيني بعمل حوارات كتيره جدا جوه الكورس، ده تتعلمه. النوت تيكنج ده حاجه اكسترا، لقيتك متحمس دي حاجه اكسترا بره الكورس، متحمس انك تعملها هتلاقيني رحت موفر لك وقت وادخل اقول لك كومنتس
واقول لك على الحاجه اول باول، واقول لك ازاي نطور وهكذا، واحد واحد، متخيلين؟ في كل الكورسات يعني الحمد لله طلبه كتير جدا، فاكتر من 150 واحد، ما عنديش مشكله ان انا اصرف الوقت ده. انا بصراحه دي حاجه بتسعدني، يعني دي حاجه ما فيهاش ايفورت. مش لعيب الكوره يا جماعه ممكن يلعب ساعتين، الناس اللي بتحجز كوره يا شباب مش ممكن يقعد 4 ساعات ولا 5 ساعات يلعب ومتكيف، وتيجي والدته تقول له روق سريرك يقول لها مش قادر، مش هنا في تعارض غريب؟ ايه الفرق؟ واحد بيعمل حاجه بيحبها، وانا ما مش ب... مش مش هحب اروق سرير، فانا مش المجهود بالنسبه لي مش طايق. انما هنا فانا بالنسبه لي ان انا اظبطك في الحاجات دي، دي حاجه بتكيفني جدا، بتفرحني قوي. ماشي، هعلمك ابلكيشن شويه اسمه نوشن. ماشي، هحاول ان الكيمستري اللي موجوده تكون ليها علاقه بريل لايف ابلكيشنز. البونص دي هتظهر كل ما انت تكون ملتزم في الكورس اكتر، بتختفي لو بالعافيه عارفين نحقق الاهداف الاولى. انت داخل الكورس عشان تجيب درجه، مش عشان اقول لك ازاي تعمل نوتس، صح؟ اطمنت على الهدف ده، نطلع على حاجه تانية احسن. فهمت قصدي؟ في رونج سيلف بيرسبشن، هو عباره عن ايه؟ هو ان احنا لما بنيجي ناخد ايه ليفل، اخر حاجه بقى، لما بنيجي ناخد ايه ليفل، ايه ليفل، انت من جريد 9 وانت عمالين يقول لك ايه ليفل، يعني حاجه ادفانسد ليفل، شايفين الكلمه؟ طب مع ان انا لو اديتك نفس الكونتنت ده في او ليفل، زي حركه حصلت، كان طلبه ما كانوش مدرسه، كنت في مدرسه، فهناخد الاورجانيك. عارفين اول محاضره اديتهم ايه؟ فاكرين الحته بتاعت الاستر وهاو تو نيم الاستر ايوه والكوندنسيشن بوليمرايزيشن؟ رحت بادئ لهم باصعب حته موجوده في الاورجانيك، وقالوا لي عليها سهله جدا، وهي دي اكتر حته بيقولوا عليها صعبه جدا. اتوهموا، فاهم الفكره كلها؟ هو عباره عن وهم. انت عندك الاي ليفل ده بيقول لك ادفانسد ليفل، فانت موهوم، فبتقفل دماغك على قد الكورس. يعني مثلا عشان الصوره توضح، انا تخيل ان السيستم بتاع الاي جي كان 15 سبجكت، وفي ناس دخلتهم وجابوا فيهم ستار، وانت شايفهم كتير، فهتخف على نفسك وهتاخد 10 بس، هتأدي في ال10 احسن ما هتأدي في الخمسه اللي عليك دلوقتي، لان ال10 انت شايف ان انت خفيت على نفسك ومقتنع، وكل الناس اللي حواليك بتقنعك ان انت خفيت على نفسك لما خدت 10 من 15، صح؟ صح ولا لا؟ انما انت مثلا شايف الناس بتاخد 2 اي ليفل بالعافيه، فلما انت بتاخد 2 اي ليفل يبقى انت كده بقى ميت وجايب اخ. لا يا حبيبي، لا، الكورس سهل والكونتنت ده سهل، والكورس ده اقسم بالله احنا دلوقتي احنا داخلين نوفمبر، اخر جروب داخل امتى؟ داخل نص 8، نص الشهر، بقاله شهر، واحنا دلوقتي في شابتر 8، فاهم؟ يعني قلبنا الكورس، كلناه، ماشي، بسرعة جدا، سهل، وبتحل واحدة ورا تاني خلاص، وإن شاء الله هيجيبوا ستار. فمش عايزين إيه، عايزين ما نمثلش يا جماعة، ما نمثلش، الموضوع بسيط، ماشي. هتاخد الشرح، هتاخد الحل، هتاخد الموك، تراجع كل مرة على التوبكس القديمة، إن شاء الله تجيب درجة كويسة، ماشي. فما تعملش ليميت لنفسك، ما تقولش ان هو صعب، وانت كمان مش مجبور، وحاول ان انت تشوف الموضوع بنظرة مختلفة. انت بقالك 12 سنة بتتعلم بنفس الشكل، فعندك شيء من الروتين، وشيء من ان انت داخل حاسس ان انت بتكرر السنة اللي قبلها، برضو عندي مواد وهقعد اذاكر بنفس الشكل. لا، خلي السنة دي مختلفة، انت محتاج تحس ان انت ناجح في تاسكات معينة. لو انت نجحت في تاسكات السنة دي ونجحت في الجامعة، لما تيجي تقابلك مشكلة في حياتك أو لما تكبر، في الغالب هتنجح فيها، لأن أنت واخد بيرسبشن عن نفسك إن أنت، أو امبريشن عن نفسك إن أنت إيه؟ إن أنت بتعرف تعدي أي مشكلة. هو ده اللي أنا عايز أقوله، إن أنت تخلي بالك إن أنت تقدر تعدي المشكلة دي. فأنت محتاج شعور إنك تجيب تقفل تقفل أه أقفل. وده السبب يا جماعة اللي أنا ما اتكلمتش فيه النهاردة على الكيرف. أنت محتاج تعرف الكيرف ليه؟ انت ناوي تجيب بيه؟
ما عندناش حاجة اسمها كيرف، ماشي؟ ما عندناش حاجة. معايا حنين؟ اللي بيفكر في الكيرف ده واحد ايه، عارفين انتوا الناس الضايعة، واحد مثلا ايه، ايه ده، وانا لازم انقص قد ايه عشان افضل جوه الايه؟ لا، انا ان شاء الله اساسا مش هحتاج ان انا انزل كل الدرجات دي، احنا عندنا جول وبنشتغل عليه. اوكي، هبقى اتكلم على الكيرف قرب اخر السنة كمعلومة يعني ايه مهم ان احنا نبقى نقولها، ولكن دلوقتي لا خالص، احنا داخلين نقفل ان شاء الله. ماشي، اخر حاجه نيو بليفز. انا هنا زي ما بقول لك النيو بليفز وهابتس هتكون دي انا بصراحه اتكلم عليها جوه الكورس عشان طولت، انا كان نفسي اخلص في ساعه. عايز ان شاء الله باذن الله تبقى هابتس زي ايه، زي ان انت ما تقعدش على المذاكره وانت ماسك الموبايل، خلي الموبايل بعد المذاكره. شكل المذاكره يتغير شويه، احنا بنقعد نذاكر وخلاص من غير ما نحدد هنذاكر ايه في وقت قد ايه، لا احنا عايزين لما نذاكر كم كبير في وقت قليل وبكفاءه عاليه، الافيشنسي بتاعتك تعلى، بحيث ان انا ابقى عارف من الساعه دلوقتي 4 للساعه 5 هذاكر اماونت قد كذا، فهمت قصدي؟ في تايم قد كذا وهيخلص منه كذا كده. فدي هابتس هتساعدك جامد قوي على المذاكره، مش تبقى ماسك الموبايل وعمال تذاكر في نفس الوقت، تذاكر ورقه هنا وترجع تسكرول سكرول سكرول سكرول، صح، وتيك توك تيك توك، يجيب لك السمكه اللي بيطلعها من الحفره، بعد كده يجيب لك اللي مش عارف البتاع اللي بيضحك ده على الفاضي، وبتبقى حاجه سامجه كده، حاجات كده غريبه. فلا مش عايزين، وتيجي انت بقى بعد كده تقوم فاتح ورقه كمان واليوم يروح وانت ضيعت اربع. حد حصل معاك كده قبل كده؟ ذاكرت 5 ورقات في اليوم وبقيت اليوم ماسك الموبايل في وسط المذاكره، لا انت ذاكرت فضميرك مستريح، ولا انت لعبت وانت ضميرك مستريح، يعني لا والله خسران. الاثنين المعادله بايظه. انا كنت طالب زيك اهو، لسه انا لسه واخد الماجستير السنه دي، فكنت مزنوق زنقة رهيبة، ورايا كتب لازم أخلصها وأبحاث لازم أقراها قبل ما أدخل أناقش، وقدام أهلك ده فضيحة بقى بجد يا جماعة، مناقشة الرسالة دي بتبقى الحمد لله كانت حلوة قوي ولكن بتبقى فضيحة، فلازم أبقى جامد جدا، فمكسر. ده غير الشغل، ده الأي جي لوحده بياكل الدماغ، ده في كورسات كتير. فده اللي انا عايز اتكلم عليه، ايه المشكله ان احنا نقعد على الموبايل ولا تشوف المسلسل ولا تنزل تلعب كوره ولا تلعب مع اصحاب ايا كان، بس بعد ما نكون خلصنا اللي علينا، خلص اللي علينا وبعد كده ندخل نعمل اللي احنا عايزينه. حتى هتلعب وانت زي اول يوم اجازه يا جماعه، لما ترجع بقى لاجازتك تعمل فيها اللي انت عايزه، هل ضميرك متأنب ولا بتبقى متكيف جدا مبسوط قوي؟ فهمت قصدي؟ الهابتس اللي انا هقول لك عليها او البيليفز اللي هنقول لك عليها دي اللي هي النقطه نمبر 10، لما اجي اقول لك عليها جوه الكورس حاول تسمع كلامي فيها، لان انا على ما نفذتها، انا ما نفذتش، مش هعمل لك، مش همثل بصراحه، انا في حاجات بقع فيها وبمسك الموبايل احيانا وانا يكون عندي نوتس بجددها ولا حاجه، ولكن انا بحاول، فخلينا نحاول سوا. اوكي، بس حد عنده اي سؤال؟ قول يا بدر. يعني مستر، مثلا انا مثلا اخذنا مثلا شابتر 1 اللي هو المولز. طيب انا اخذت الحصة، طيب انا لازم مثلا ابدا اذاكر ديجيتال نوتس ولا النوتس ولا مثلا البوك؟ انا مدخل لك النوتس جوه الديجيتال نوتس، ومدخل لك اسئله جوه الديجيتال نوتس، والديفينيشنز والحاجات اللي محتاج تحفظها كويس جوه الديجيتال نوتس، ماشي؟ ولكن عدى مثلا يومين ثلاثه، الكتاب شرح، الكتاب ايه شرح، بص مثلا خلينا، لا استنى، اهو خلينا ندخل على اي حاجة، اي حاجة
اهو بص هنا قايل لك ايه، the halogen atom need to gain just one electron to achieve the stability the stable electronic configuration. فاهم يعني الراجل عمال يحكي معاك، فاهم يا بدر؟ اه تمام. فعايزك تقرا الحاجه دي كانك بتقرا جورنال كده، او فاهم، او كتاب، اقراها كده وبعد كده ادخل حل، بس تكون ذاكرت بالورقه والقلم. فاهم؟ اه يعني في توبكس ستايل المذاكره فيها مختلف، ماشي، مختلف شويه، ماشي، زي انرجيتكس مثلا، حل كتير قوي قوي قوي، وفي الاخر نبقى نشوف الثيوريتيكال اللي هو الديفينيشنز والحاجات دي. فاهم؟ اه تمام. بس يعني مثلا خلصنا حصة فأروح أذاكر بالورقة والقلم اللي هما ديجيتال نوتس، وبعدين يعني مثلا بوقت الفراغ أو كده أروح أقرأ الكتاب. ايوه، بس انت هنا قللت من اهميه الكتاب شويه. لا، الكتاب لازم يتقري في كل توبكس، بيفرق آه بيفرق والله يا بدر. تمام. ماشي، ايه تاني؟ حد عنده سؤال تاني يا جماعة؟ مصر هو الكورس هيبتدي من امتى؟ الأسبوع الجاي إن شاء الله نبدأ عادي. أنا كنت عايز أأخره شوية، بس خلينا نبدأ كده نسخن واحدة واحدة، مرة في الأسبوع. نخش بقى، عايز أخلص البوندنج، ومن أول ستيتس أوف مطر أكثف. فاهم؟ أهم تمام حاجة مصطفى. بالنسبة لي، أهم أشوف بس سرعتكم عاملة إزاي. يعني ايه سرعتكم عامله ازاي؟ يعني مثلا لو لقيت الجروب كويس، بنخلص مثلا، خلصنا في 4 محاضرات، وصلنا مثلا كوفيلان بوندنج، ماشي، ساعتها نفضل ايه، نفضل مريحين سنه صغيره لحد اول نوفمبر مره في الاسبوع. لقيت ان احنا لا ضعاف، هتبقى حصتين في الاسبوع على طول. بس عشان بس عندي امتحانات يعني كده في اكتوبر نوفمبر، ههولد اسبوع ولا حاجه، فمش هبتدي يعني. هيبقى عندنا اجازه اسبوع، ماشي، لما يكون في امتحانات. لو ما فيش يا جماعه كلاشات مع حد فيكم، بصراحه هشتغل، خلينا ننجز. الكلام ده بيفرق معايا قوي في الحل. في شعور معين بيحصل، في شعور، ثواني يا حنين هقول حاجه، في شعور زهق معين من الامتحانات. خلاص يا مستر، احنا اللي هو لما نيجي نخش على السؤال يبقى في كده ملل، ما احنا حليناه كتير. عارفين الشعور ده؟ اول ما بيجي كده انا بطمن، بحس بقى خلاص الجروب ده كده ايه، جاب ان شاء الله يجيب ايه وستار. لو جالنا الشعور ده في شهر 4 يا جماعه، ولا في اول 5، ايه رايكم؟ مش انت ساعتها تبقى مبسوط، يبقى احنا كده ضمننا الماده دي. فهمت قصدي؟ هو ده اللي انا نفسي اوصل له بقى. قولي يا حنين. يعني من الأسبوع الجاي راح يكون حصة واحدة بس، ان شاء الله فعلي نختار الطالب. بعد ما اشوف هوم ورك المحاضره الاولى هاخد قرار. فهمتي؟ يعني هيتنزل هومورك بعد المحاضرة الأولى. يعني بعد ما تخلصي المحاضره الاولى الهوم ورك، هتفرج على الهوم ورك بتاعكو، لقيته حلو وكويس ومية مية الحمد لله، وخلصنا اماونت كويسه في المحاضره، هخليها محاضرة واحدة بس. حسيت ان انتم محتاجين مجهود او محتاجين كيمستري بيزكس في البداية او الكلام من ده، خليها حصتين على طول. اوكي؟ عادي تنزل التايمينج. هنزله والله، بس اوصل بس الويك اند. انا النهاردة عندي 8 محاضرات، اوصل بس اوكي الويك اند وهظبط الدنيا خالص. ماشي؟ في أي سؤال تاني؟ نعم. بس اتشرفت بيك، وإن شاء الله بإذن الله تجيبوا استرات مش بس في مادتي، في كل المواد إن شاء الله. يلا، سلام عليكم.